أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من الموالح بما يسهم في زيادة نمو الصادرات وفتح أسواق جديدة. وخلال تفقده محطة شركة جامكو لتعبئة البرتقال واليوسفي بالنوبارية ضمن جولته بمشروعات الإنتاج الزراعي بالبحيرة، أعرب مدبولي عن سعادته بما شهده وما لمسه من مستوى عال من جودة المنتج النهائي للمحطة.